أزمة جديدة بيواجهها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، في غضب في تل أبيب بسبب تكاليف تأمين نجل نتنياهو خلال إقامته لمدة 7 أشهر في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمبلغ اتعدى 275,000 دولار من خزينة الكيان الإسرائيلي. معانا على التليفون الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية عشان نتعرف منه على كافة التفاصيل. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا أهلا بيك. في البداية، هل من وجهة نظر حضرتك شايف أن الأزمة متعلقة بهذا المبلغ الكبير لتأمين نجل نتنياهو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا المسألة متعلقة أكتر بأنه مرجعش في هذا الظرف؟ هي المسألة مش متعلقة بالمبلغ الكبير، لأنه المبلغ ده مش هو خلاصة ما أنفق. المبلغ ده مجرد نفقات فردين أمن مصاحبين لابن رئيس الوزراء للطعام والسكن في الولايات المتحدة، وليس كل نفقته. ونفقت فرد أمن أمريكي بيدفع راتبه، لكن بيضاف إلى هذه النفقات نفقات أخرى، اللي هي نفقات تغيير فردين الأمن دول، اللي هم اثنين من جهاز الشباك، جهاز أمن داخلي الإسرائيلي، بيتغيروا كل 3 أسابيع، فبياخدوا تذاكر طيران رايح وتذاكر طيران جاي، ويحل محلهم آخرين بتذاكر طيران رايح وتذاكر طيران جاي كل 3 أسابيع معايا. ده غير مرتباتهم اللي السارية في إسرائيل وبدلات سفرهم اللي بالدولار، يعني دي مبالغ طائلة غير المبلغ اللي 250,000 دولار ده. فالمشكلة مش في المبلغ، المشكلة في وجود ابن رئيس الوزراء في إسرائيل في الفترة دي ولفترة طويلة. لكن ظهور المشكلة دلوقتي، لأن ابن رئيس الوزراء رجع لإسرائيل فعليا معايا، ظهور المشكلة دلوقتي مش الهدف منها إنه كان بره ولا لا، لكن الهدف منه إنه رغم عودته لم ينخرط في عمل في الجيش ولم يستدعى الجيش مثل اخرين، لكن راح تطوع للعمل في خدمه مدنيه، خدمه انقاذ مدنيه، وخد صور وهو قاعد على التليفون بيرد على تليفونات، فالناس خصوصا جنود الجيش بيقولوا يعني ابن رئيس وزراء قاعد يرد على تليفونات وانا في الجبهه. هو دي المشكله الاساسيه، خد بالك. الكثير في اسرائيل بيحلله انه يصور ابن رئيس الوزراء على انه شخص هوائي او شخص بيثير المشاكل، لكن هو الحقيقة غير كده، هو يعتبر وجه آخر لرئيس الوزراء نفسه. يعني ما لا يستطيع أن يقوله رئيس الوزراء في أحاديثه أو في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بيقوله ابنه نيابة عنه. يعني مثلا لما حصلت الأزمة بتاعت 7 أكتوبر رئيس الوزراء ما اتكلمش، لكن ابنه كتب حاجة معناها أنه اللي حصل 7 أكتوبر كان محاولة من رئيس أركان دعابة لانقلاب عسكري على رئيس الوزراء، بدليل أنه لم يخبره بما حدث في 7 أكتوبر غير في وقت متأخر معايا. فما لا يستطيع أن يقول رئيس الوزراء صراحة يقوله ابنه، لأنه ابنه لن يحاسب عليه، أنه رئيس الوزراء لما يقول حاجة زي كده سيحاسب عليها. طيب، نقدر نقول ان هو بقى متسبب او واحد من الاسباب الرئيسيه لافتعال الازمات في الفتره الاخيره؟ يعني كان عنده مشكله قبل كده بخصوص صوره اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، هل نقدر نقول انه اصبح بشكل او باخر واحد من ادوات الحرب ضد نتنياهو اللي بيستخدمها الشارع ضد نتنياهو، او بيستخدمها من هم على غير وفاق سياسي معاه؟ هو ما اقدرش اقول كده بالظبط. هو طبعا ابن رئيس الوزراء اثار مشكلات كثيره، منها مثلا مشكله حصلت لما وزير الخارجيه قرر منحه جواز دبلوماسي على غير متعارف عليه، لان ابن رئيس الوزراء ملوش علاقه بالهيئه الدبلوماسيه. صحيح هو اعطى لقيادات في الليكود جواز دبلوماسي، لكن ده لانهم شاركوا في عمل معين، هو خاف لا يؤخذوا في جرائم حرب، فاعطاهم جواز دبلوماسي لحمايتهم من الموضوع ده. لكن كونه يعطي ابن رئيس الوزراء جواز دبلوماسي فدي حاجه فيها تجاوز، في هدايا اخذها ابن رئيس الوزراء، خد بالك، من وزراء عديدين، في فضائح عديده ليه. لكن انا اعتقد انه اللي بيحصل او ما ينشر عنه ليس هدفه التشكيك في نتنياهو او الاثاره ضد نتنياهو، ولكن هدفه تمييع الموقف ضد نتنياهو او الهاء الراي العام عن شخصيه رئيس الوزراء نفسه وتوجيهه الى مهاجمه ابنه. لانه لما يهاجم رئيس الوزراء هيبتدي يتحرك لاسقاط رئيس الوزراء، انه لما يهاجم ابنه هيقول حاسبوه. هيحاسبوا مين بقى، الابن ولا الاب؟ لا، الابن هو الاب، مال هو الأب؟ الابن بالغ ورجل كبير وناضج يحاسب عن عمله، انما الاب هو كل اللي بيعمله دلوقتي يلهيهم بابنه عن محاسبته الشخصيه. تمام. طيب دكتور، في سبتمبر الماضي محامي يائير ابن نتنياهو قال ان هو موجود في الخارج نتيجه الاضطهاد في الداخل، عايزين نفهم هذا التصريح ومين كان بيضطهده في الداخل؟ هو امام محامي رئيس محامي ابن رئيس الوزراء كلمه زي دي
هو يسأل عنها نفسه، لكن ابن رئيس الوزراء ما قالش كلمة ورئيس الوزراء ما قالش كلمة. لكن هو المقصود بالاضطهاد هنا هو مش الاضطهاد، لكن ملاحقة العناصر السياسية الأخرى بتصرفات ابن رئيس الوزراء والتشكيك فيها معايا. فده سبب في بقائه بعيد عن الأنظار في الخارج. لكن هو كان بيحاول بهذا التصريح أن يلهي الناس عن فكرة وجود ابن رئيس الوزراء في مكان آخر خارج إسرائيل، خارج إسرائيل في وقت إسرائيل تحتاج إليه فيه. طيب احنا شايفين انه بعد ما حدث في حرب غزة اصبح نتنياهو طول الوقت في مرمى الهجوم، وهو طبعا يعني ما احناش في مجال ان احنا نقول هو يستحقه او لا، ولكن احنا شايفين هو خسر شعبيته. هل فعلا بقى طول الوقت في مرمى الهجوم من الداخل الاسرائيلي؟ في مرمى الهجوم من الداخل الاسرائيلي ومن الخارج ايضا. في الداخل الاسرائيلي ابتدت معدلات المظاهرات، هو في بدايه الحرب ما كانش في مظاهرات، كان ممنوع تماما المظاهرات ضد رئيس الوزراء، ممنوع تماما المظاهرات ضد الحكومه. في اسرائيل طالما في حرب خلاص ما حدش بيتكلم. وده بتعليمات كمان، مش مجرد انه الناس مسؤوليه من المجتمع. نعم لا مش مسؤوليه مجتمعيه، لكن بتعليمات. ما فيش حرب، ما فيش مظاهره ضد الحرب في وقت الحرب. لكن لما طالت الحرب ابتدت الناس تتحرك وابتدت تخرج مظاهرات. في البدايه خدت مظاهره 300 واحد بس بيدعو لاستقاله نتنياهو. الاعداد تضاعفت الفترة اللي فاتت، وصلت لأكثر من 3000، وأعتقد إنها في الأسبوعين اللي جايين دول هتزيد لعشرات الألوف، وكرة الجليد ابتدت تتحرك وبتكبر، وكل ما تكبر كل بتاخد كل حد سكتها، وأعتقد إنه آخره إنه هيسقط سواء بسبب الحرب أو بعد الحرب، يعني سواء أثناء الحرب أو بعد الحرب، لأنه هو عنده أخطاء سياسية، وعنده أخطاء عسكرية، وعنده أخطاء فساد، وبالتالي هيسقط وهيحاسب، وأعتقد إنه هيسقط. طيب واحنا بنتكلم دلوقتي عن مساله نجل نتنياهو، ده ازاي ممكن يؤثر على الجنود؟ ازاي كمان ممكن يؤثر على مستقبل نتنياهو خلال الفتره الحاليه؟ هو في الفتره الحاليه نجل نتنياهو ملوش تاثير على مستقبله بمعنى المفهوم، لانه مستقبل نتنياهو الى حد كبير يعتبر تحدد، لانه زي ما بقول لحضرتك سواء نجح او فشل في هذه الحرب فهو سيحاسب، وسيحاسب حساب عسير، ولن يعاد انتخابه كرئيس وزراء، وسيحاسب ويدخل السجن. ده انا بقول لحضرتك اكيد دي حاجه اكيده، سواء كان نجل نتنياهو بيعمل حاجه او ما بيعملش حاجه. نجل نتنياهو دلوقتي مجرد بيلهي الناس او بيلهي الشعب الاسرائيلي عن تصرفات نتنياهو الحاليه حتى يمكنه من اطاله امد الحرب كمان. طيب في البدايه كده كل الناس قالت ان نتنياهو ما قدموش غير ان هو يحارب علشان يحاول يستعيد شعبيته وعلشان يحاول يسيطر على الداخل الاسرائيلي. بعد شويه لقينا الموضوع طال، واحنا عارفين كلفه هذه الحرب على اسرائيل. حضرتك متخيل ايه الدافع لطول مده الحرب بالنسبه لحكومه نتنياهو؟ هو ما يدفع نتنياهو لاطاله مده الحرب، اولا طبعا الرغبه في النجاه السياسيه، والرغبه من النجاه من المحاكمه في تهم الفساد. لكن في عنصر اخر مهم جدا، هو بيحاول يصل الى صوره نصر. مش مهم ينتصر بجد، لكن المهم يسوق للجمهور الاسرائيلي ان في نصر اتحقق. في اللحظه اللي هيصل لتسويق صوره نصر، فينه بقى النصر ده؟ فينه؟ يعني هو بيبيع الموضوع ده ازاي؟ او ازاي بيسوق؟ ما هو لحد دلوقتي مش عارف يبيعه لانه ما حققش صوره نصر، انما نفرض جدلا انه توصل لاغتيال واحد من كبار قاده المقاومه، هيصور الموضوع لانه النصر حاسم وخلاص كفايه على كده. نفرض جدلا انه استطاع انه يسقط مدينه رئيسيه في غزه تحت سيطره اسرائيل كامله، هيصور الموضوع على النصر كامل ويقول كفايه على كده، لكن هو لحد دلوقتي لم يستطع ان يتوصل الى تحقيق صوره نصر، وعايز صوره نصر يلهي بيها الناس ويقول انا حققت نصر، عشان ما يبقاش خرج من المعركه مهزوم وما تبقاش اسرائيل خرجت من المعركه مهزومه. ففي اللحظه التي يتحقق له صوره نصر حتى لو كان نصر وهمي هيتوقف القتال. طيب دكتور، خلال الكام يوم اللي فاتوا شفنا فيديو لرئيس الوزراء نتنياهو وهو يبكي مع والد احد المحتجزين وبيقول له انا افوضك في اتخاذ ما يلزم. على الجانب الاخر بنشوف اهالي للمحتجزين وهم بينتقدوه وبيصفوه بانه جبان. ازاي بتقيم هذه الصوره وكيف يكون لها تاثير خلال الفتره القادمه؟ الدعايه يا سيدي لها دور خطير في العمل السياسي. هذه الصوره هي صوره دعائيه في المقام الاول، لانه الناس في اسرائيل وخصوصا اسر المحتجزين بيعملوا احتجاجات واسعه في النطاق ضد الحكومه وضد رئيس الوزراء وبيهتفوا بسقوط الحكومه. طب هل هذا المشهد مقنع بالنسبه لهم؟ بالطبع ده مشهد تمثيلي واضح جدا حتى للاعمى، ما افتكرش انه في حد اقتنع بيه، لكن هو بيحاول يسوق
هذا المشهد اعلاميا عشان يقول انا في صف المختطفين او الاسرى، لكن واقع الامر انه القوات الاسرائيليه حاولت في اكثر من مناسبه انها تقصف اماكن كان بها الاسرى الاسرائيليين بهدف قتلهم عشان ما يبقوش ورقه شوم. ولا زالت حتى الان تتراخى حتى في مفاوضات السلام مع الطرف الفلسطيني، يعني بترسل مقترحات هي تعلم مسبقا انها مرفوضه. بيكذب رئيس الوزراء ويقول انه ارسل رئيس الموساد بتفويض كامل للاتفاق على صفقه للاسرى، وفي النهايه تبين ان رئيس الموساد ليس لديه اي تفويض ويعود الى اسرائيل مره اخرى لياتي بمقترحات جديده. في كل مره هيجي بمقترحات مرفوضه وهو يعلم سلفا انها مرفوضه، ورغم ذلك بياتي لتضييع الوقت حتى ينتهي او يقل كثيرا عدد الاسرى اللي موجود لدى حماس بسبب القصف وموت بعضهم في القصف. أكيد كل الشكر ليك الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية، شكرا جزيلا لحضرتك.